يقع الجبل الأصفر في زاوية جنوب شرقي الصين البعيدة، فلماذا يرتبط بالإمبراطور الأصفر؟ الجبل الأصفر المنعزل، من الغموض إلى انتشار سمعته في العالم، فما هي الأوقات الهامة له؟ إنهم يبحثون عن نوع من الأشجار يسمى بيغاو من السكان المحليين، والسبب لعدم الاستغناء عن شجرة غاو هو أليافها غير المنتظمة نسبياً، مما لا يجعلها قبالة للتشقق بعد آلاف المرات من التدحرج. تخليداً وتمجيداً لرموز الأجداد، فإن القرى العريقة والمنازل القديمة على سفح الجبل الأصفر هي نتيجة للأساليب الفنية الرائعة، وما يعرض للناس هو أكثر من المواهب الممتازة لحرفي هويجو. الجبال في المنطقة الجنوبية من المرتفعات الوسطى بالبحر الأمامي والبحر الجنوبي عالية وعظيمة. كتب زيانغ جيانغ أسماء القمم والشلالات عند صورتها في اللوحة، وذلك يشبه خريطة مرسومة. أبصر بومن النور فجأة، فوضع حداً لخطواته الطويلة من البحث، وبقي جبل سي يونشان. وبعد سنتين من التقدم الضئيل، تسارعت عملية بومن لتحقيق أحلامه فجأة. وفي سنة واحدة فقط بعد عودته إلى الجبل الأصفر، استغل بومن الوضع لتشييد معبد وينجو بين قمة تياندو وقمة لوتس، مع ظهره تجاه قمة يوبان في أرض الأحلام للبوذية. بعد ذلك بوقت قصير تم بناء معبد دابي في ذروة غوامين مع معبد تسغوان المجدد. تجاوبت المعابد الثلاثة بعضها مع بعض. في الوقت نفسه انضم المزيد من الرهبان إلى أعمال ترويض الجبال وبناء الطرق والمعابد. رحلة لدخول أعماق الطبيعة الرائعة. أثناء رحلة التمتع بالجمال والقوة والحيوية، نسجل المعجزات والأحلام، البيوت والتقاليد التي ورثت من مصدر واحد وبطريق واحد. إنه طريق البحث عن الحلم للأجيال المتتالية من الناس الذين جاءوا إلى الجبل الأصفر والذين ينغمسون فيه، وبنفس الإيمان يسعون وراء الأحلام، ويشكلون سلسلة جبلية من القصص وأنهاراً من المشاعر. إنه مشهد التقابل العجيب بين الجبال والناس، الأمر الذي يجسد سحر الجبل الأصفر الخالد.